تمتش دعوتي للمسيرة. احنا شوف الموقف بلغناه يعني في عديد المرات بطريقة واحد. انا النقطة اللي نأكد عليها راهي القضايا هذه المبدئية، القضايا الكبيرة اللي في البلاد، القضايا اللي تعطل والقضايا اللي تخلينا باش نقدموا بالله نخرجوها من التجاذبات السياسية. والله حتى واحد ما رابح لو في الاخر العبات فدت اللي كان يخرج علينا يا دو زون على عامين ثاني وثلاثة سنين تالي وهذاك يضرب اللي عامل فونت كوميرس كل واحد هذا ما عادش يخرج علينا. اليوم عنا إجبارية التقدم على كل الملفات، هذه قانون المصالحة يا سيدي خرجوه 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 من التجاذبات السياسية وهات يقعدوا ليزاكتور الفاعلين ويلقاو حل خلينا نقدموا. أنا كانش نقعدوا مزايدات ونحطوا له قضايا أخرى ونركبوه ما نمش نقدموا في حتى شيء. فرجاء الحكمة، فمع عباد مسؤولة، فمع عباد في الحكم قبل هم المسؤولين الأولانيين، ولكن حتى في المعارضة، المعارضة المسؤولة لازم تحمل مسؤوليتها وهات نشوفوا كيفاش تقدموا ومش كيفاش نعطلوا بعض.